السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد شكل النون الساكنة في القرآن الكريم. عندنا أشكال للنون في القرآن الكريم متعددة، ممكن تلاقيها متحركة، سواء نون متحركة فتحة أو كسرة أو ضمة، طبعا دي مش ساكنة، ولا نون ممكن تلاقي نون مشددة، وأول ما تشوف النون مشددة دي لا يبقى دي مش مندور عليها اللي هي النون الساكنة، ولا ان انت اللي عرضتيها للسكون زي كلمة تعلمون، في الأصل هي نون متحركة، فانت لما تقفي عليها هتبقى ايه؟ متعارضة. لا، احنا لازم نتكلم عن النون الساكنة بتكون أصلية، يعني لازم تكون أصلية معاكي في القرآن سواء وصلا أو وقفا معاكي نون ساكنة. شكلها ايه في القرآن؟ قال لي خالية من الحركة، يعني نون ما عليهاش اي حركة او عليها رأس حاء، يبقى نون خالية من الحركة او عليها رأس حاء. فاول ما تشوفيها في القرآن اعرفي ان دي نون ساكنة، يبقى ولا هي متحركة ولا هي مشددة ولا هي عارضة، انما شكلها ايه؟ خالية من الحركة او عليها رأس حاء. تعالوا نشوف كده بتأتي مع ايه؟ بتأتي مع الاسماء زي كلمة سندسين، النون هتلاقيها خالية من الحركة، فاول ما تشوفيها النون هنا يبقى دي نون ساكنة. مع الافعال زي كلمة ينهاء، النون هنا عليها رأس حاء، يبقى دي نون ساكنة. وبتأتي مع الحروف زي من عليها رأس حاء النون اهي، يبقى ايه؟ دي نون ساكنة. او ان دي برضو ايه؟ خالية من الحركة، يبقى دي نون ساكنة. فاول ما تشوفي النون ساكنة، النون خالية من الحركة او عليها رأس حاء، دي اسمها نون ساكنة. يبقى كده عرفنا ان النون الساكنة ولا هي بالمتحركة ولا هي بالمشددة، انما الصح ايه؟ تكون نون خالية من الحركة او عليها رأس حاء. وتأتي مع الأسماء والأفعال والحروف، وثابتة معايا طبعا، وانت بتوصليها ثابتة معاكي أو لو وقفت معايا ثابتة معاكي إن شاء الله. انتظروني في الحلقة القادمة عن شكل التنوين بكل اختصار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.